الخطاب اليوم كنقدموه لكم من قناتكم شوف تي في. اهلا بكم. في تطور مفاجئ اوقفت فرقه الشرطه القضائيه التابعه لامن القنيطره اليوم الخميس الفنان الشعبي الشهير عادل ميلودي والزوجه ديالو مديره اعماله ايمان دحانه على خلفيه شكايه متعلقه بتكوين عصابه والضرب والجرح. وحسب مصادر عليمه فالميلودي والزوجه ديالو تقرر وضعهم رهن الحراسة النظرية رفقة شخصين آخرين. ويأتي اعتقال الفنان الميلودي مباشرة بعد أن فتحت المصالح الأمنية بالقنيطرة تحقيقا بعدما تفاعلت مع فيديو بثته قناة شوف تي في أمس الأربعاء كيحكي فيه ضحية للميلودي كيف تمت مهاجمته من لدن الميلودي وما أسماح المشتكي بعصابتها قبل أن تنخرط الزوجة ديالو بضربه هي الأخرى في أماكن حساسة بجهازه التناسلي. انتبهوا. البارح ما بين الجوج والثلاثة ديال النهار كنت حدا المحكمة الابتدائية ديال القنيطرة بالضبط أنفاس معها كنتسنى أستاذ المحامي اللي كينوب عليا ينزل من المكتب ديالو باش نمشي نجبد الأرقام ديال الشكايات اللي هما ثلاثة ديال الشكايات اللي داير بالميلودي. إذا بيا كنتفاجئ بطوموبيلته وقفات هبطوا منه هو ومراته والعصابة ديالو بحال باغيين يهضروا معايا انا ما بغيتش نهضر معاهم. واحد شدني من لهنا اليمين واحد شدني من اليسار بلاتي غيوقف هو ضربني الفمي لهنايا شويه تضربت من لهنايا اللور هنايا الراسي كنت فاجئ بمرته ضرباتني الحجري كنت اسفل هذه الكلمه هذه كيضربوا بحال كيضربوا شويه بحال باغيين يقتلوه. علاش شنو السبب انا ما عارفين شكون انا راه انا هو الميلودي ما غتصور مني والو مازال غنزيدكم ما غتصور مني والو وهربوا في طوموبيلتهم وهربوا حدا الناس كيتفرجوا كلشي كيفك كلشي كيلقين على الشيطان ركبوا في طوموبيلهم وزادوا فيها. وقبل من هذا الشيء الليله اللي قبل منها عرفتني مع الثلاثه في شارع محمد الخامس كان هو ومرته وشافني وقف وقال لها هو هو انا هربت مشيت للكوميساريه باش ندير شكايه ومشيت عند البريفي شخصيا مشيت للديوان ديالو واستقبلني الشرطي اللي كان تما وراه كاين الكاميرات وكنطلب من السي الحموش يشوف الكاميرات باش مشيت عندهم انا تما وطلبت النجده وقالوا لي دابا راه يكون مشى بحالو وصحالوني على الشرطه القضائيه لا بي جي اللي كانت الكاتبه ديال البريفي الله يجازيها بخير اللي وقفات معايا وخدات عندي مشيت صيفطاتني للدار جبت النسخ ديال الشكايات ومشات وقفات معايا وقلبات معايا على الشكايات ولقات وحده راه كاينه والاخرين كانوا في مهديه لقات وحده كاينه والاخرين قالوا لي لقات وحده كاينه وغدا قالت لي اجي غدا باش يتصنتوا لك عليها اللي فاش مشيت لغدا اللي كانت هي البارح تصنتوا لي على ديك الشكايه مشيت باش نتاكد نشوف فين وصلوا فين وصل هذا الشيء ديال الشكايات ديالي فين وصلوا كنتفاجئ كنتسنى الاستاذ المحامي باش يمشي معايا كنتفاجئ بهم نازلين من الطوموبيله خلوها وسط الشارع هما كانوا متربصين كما سمعت انايا الطوموبيل ديالو البيضاء وانا سمعت من بعد تما الناس كيقولوا بانهم كانوا متربصين كانوا كيدوروا تما تلقوني تعرفوني راني جاي يعني كان شي واحد اللي شافني ولا شي واحد قال لهم راني غادي للمحكمه نجيب الارقام ديال الشكايه ولا شي واحد قال لهم راني في الكوميساريه. المهم عندهم جاتهم الخبر بانني راني تما كنشكي بهم وجاي باش نشكي بهم صحاب لهم جاي نشكي بهم عاوتاني في المحكمه. الميلودي ومرته معروفين اللي كان معاهم كان شادني من هنايا راه معروف حتى هو واللي كان شادني من اللور هو اللي ما معروفش كندير كاسكيطه وجاكيطه كحله وغليظ هذاك اللي ما استطعتش نشوفه لحقاش وجهه غريب اللي ما عمري ما شفتو معاهم هذا وجه جديد وعاد مشاو التحقوا ولجا التحق بهم واحد تخيلته هو راه معروف واحد التاجر ديال المخدرات اللي كيتسخر ليه راه معروف اللي بدا كيسبني وحدا الاستاذ المحامي ديالي اللي هذاك هو اللي كان كيتهدد عليا وعندي فوكالات ديالو اللي راه تصيفط حطيتهم في الشكايه مع وكيل الملك وحنا كنتسناو الاجراء يتاخذوا فيه الامور ديالو المسطرات تاخذ الامر ديالها. رد هو عندي لا مشوار هذه تحر تعوجت ليا وعندي في سناني من الفوق هادو كيتزعزعوا وتحر تحلوا ليا هنايا جوج من الفوق ومن التحت والضربه اللي هنايا اللي درت عليها ديال الراس اللي درت عليها سكانير كاين واحد ارتجاج في الدماغ. وهذا نداء السي الحموشي الله يجازيه بخير كناديه وكناشدو وكنطالبو باش ياخذ ليا حقي من هاد العصابه هادي اللي طاغيه وطغات على على الدراوش وطغات على هاد الناس وعلى المغاربه كاملين وان شاء الله راه غنقدم شكايه خطيه
السي الحموشي ان شاء الله. وكنطالب وكنلتمس من السيد رئيس النيابه العامه عبد النباوي باش ياخذ واحد التفاته صغيره لهاد المحنه هذه اللي انا فيها، وهاد الظلم وهاد الحقره اللي وصلوا ليها الطغاة، اللي ما بقى كيبان لهم حتى شي واحد قدامهم، ما كيبقاو كيضربوا الحساب حتى شي واحد، كيقول لك هما القانون هما المخزن كيديروا اللي بغاو، هو الميلودي ما تصور منه حتى شي حاجه. وكان الاعتداء حسب روايه المشتكي عقب احدى الجلسات اللي تمثل فيها الميلودي امام ابنائه غير المعترف بهم، التي شغلت الراي العام الوطني وفجرتها قناه شوف تيفي. انتبهوا سيدي بان بانوا بان مرا الوراق مزورين بعندهم، بانوا الحمد لله. غنقرر هو ان اللي حكمت المحكمه مرحبا، باقا ما قررت والو، لا كاين اللي تقول هو اللي يقول، سامعوا لكل شيء، المهم كل شيء مرحبا بهم. غير تقدر علاش كتقولها؟ قرب واخي كتقدر، غير تقدر. قالت لي حراميه، طفلت عليها، ما عندي الشرف يكون باه هو. عندي كاغيط وعندي بنتي ومجوجه وبنتي بوراقيها وما والداش بالحرام. ما اجلوها فاطمه الزهراء نهار 8 في شهر 7 8 في شهر 1 ما عرفتش شنو كلشي كان شهود كلهم حضروا كلشي كان، ما كاين لا الزوار لا والو، الزوار هو اللي مزور. حنا بجوجنا غنديروا لادين، بجوجنا غادي نديروا. ما هضرتش معاه انا وما بغاش اصلا، ما عنديش الشرف يكون با هو. مازال حتى نهار 8 في شهر 1 قالت لي حراميه، طفلت عليها، هي اللي سباتني، اما انا ما هضرتش معاه. عندي كاغيط وعندي بنتي ومجوجه وبنتي بوراقيها وما والداش بالحرام. كاغيط اللي تقول لي حراميه، خليه ما جاش 12 شهاد، ما عرفتش المحكمة سمعت الشهود اللي جاو حضروا وتأجلت الجلسة اليوم 8 في شهر 1. ماشي كانوا كانت واحد اللائحة عطيتها للمحامية، عطيتها أربعة معول عليهم قدام الباب غادي ندخلهم، وكثر من ربعة كاينين. إذا بيا المحامية ما دخلتهمش في أحد ديال الشهود نهائيا، ودابا إلا بغيتي دير عاوتاني خصك دير لفيف عدلي عاوتاني 12 شهاد عاد دفعهم للمحكمة. كيهضر مسكين صافي، ديك الوراق مصايب اسم الأب مستعار والنسب حتى هو راه مستعار كيتعزل، وهي اللي وراها هادشي كامل. وحنا ان شاء الله مع ناخذ النسب ديالنا عاد نرفعوا دعوه الزوار، حيت باينه ديك الساعه شكون اللي عنده اليد في الزوار. تواجهنا معاه ما هضرنا معاه ما والو، كينافق هذاك السيد ولده، ويا ريت كون ما كنتش ولده نهائيا. وهو امنيه براسه في المحكمه نكر امنيه، قالك ما كنعرف حتى شي واحد فيهم، وانا ولده ولكن كان غير راجل نمشيو نديروا لاديين ونبينا عليه السلام. لاديين راه كاين الدكتور التازي كنوجه له تحيه من هنايا. اول حاجه احنا ماشي احنا اللي خرجنا هادشي، هما اللي خرجوا هادشي. انا راجلي كنعرفو مزوج بوحده سميتها السعديه ما كتولدش، هي اللي عطاتني الموافقه. هاد المراه هادي ما كنعرفهاش، ليس لي العلاقه بها بتاتا ولا اعرفها بصفه نهائيه، وهاد الابناء ما عمري انا ما شفتهم. خبر اليوم انتهى، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء. Thank you.